لا تتكلم الآن أمر مبتدأ. شوف بدعة وش أنت جمعية بدعة أنت الآن وش إخبارك أن الشيخ رابع الشيخ مقبل الشيخ يحيى يقولون أن هذه المسألة شيخ مقبل الله شيخ مقبل خلينا نكمل الشيخ رابع كيف يقولون أن هذا الأمر محتل بدعة خلينا نتكلم بعد مقبل اسمح لي وش أنت خالف الشيخ رابع أم لا أقول يا وي أنا أنت لا تفهم المسائل السياسية لا تفهم المسائل السياسية الشيخ ربيع يقول شايف ثلاث شاذر وأنت خالف الشيخ ربيع يقول الشيخ ربيع يقول شايف ثلاث جاوبونا وش خالف أنا أجيبه الشيخ ربيع أنا أجيبه أجيب هذا تجيب الشيخ ربيع يقول ثلاث شاذر الشيخ ربيع الشيخ ربيع بارك الله فيك عندما تقول توافق الشيخ ربيع أو توافق الشيخ ربيع تعصب هذا نحن لسنا ملزمين فقط يعني بالشيخ ربيع حفظه الله تعالى الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فإنني أقول لهذا الحجوري الذي وضع هذا المقطع الصوتي والذي بتر فيه بقية الكلام، أقول أولا أن هذا المقطع الصوتي له ما يزيد على سنتين يوم وقع الخلاف والجدال بين الشباب في مدينة بوزنسون الفرنسية حول مسألة تأسيس الجمعيات، فقلت يومها المسألة فيها خلاف بين العلماء، وقد استفزني بعضهم حتى قلت وأنا في حالة غضب شديد نحن لسنا ملزمين بقول الشيخ ربي حفظه الله تعالى. وبعد يومين استمعت إلى كلام شيخنا ربيع في هذه المسألة فتبين لي أن الحق مع شيخنا حفظه الله تعالى، فتراجعت عن قولي. ومن ذلك اليوم فأنا أقرر ما ذهب إليه شيخنا العلامة ربيع حفظه الله تعالى في مسألة تأسيس الجمعيات، وهذا يعرفه القريب والبعيد ويعرفه كل الشباب عني. ولهذا فإنني أقول لهذا الحجوري أرح نفسك، وإن كنت فعلا محبا للشيخ ربيع حفظه الله تعالى فتبرى من يحيى الحجوري وامسك لسانك في الطعن في الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، فقد قلت بأن الشيخ ربيع مرجي، فدعك من التلاعب ومن إثارة الفتنة بين الشباب. فأنا بحمد الله جل وعلا رجعني الحق وأستغفر الله وأتوب إليه. فأنا أقول في الجمعيات ما يقوله شيخنا ربي حفظه الله تعالى، فأرح نفسك ولا تصطد في المياه العكرة. هذا ما أقول لإخوتي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قاله محبكم في الله محمد عبد الهادي إمام مسجد السنة بمرسيليا.